بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ درس جديد في أجزاء الوجه، وهو الفم وشفايف الإنسان. نبدأ كده مع بعض. طبعا أنا قبل كده وريت لكم الأدوات اللي احنا هنشتغل بيها في الحلقات اللي قبل كده. نبدأ إن شاء الله. بسم الله، حط خفيف كده. نعمل كيرف ونص ميلة، اوكي. بعد كده باجي اعمل هنا دايرة، وكمان دايرة قدامها بنفس القياسات. لو انت مش هتقدر تجيب الاتنين قد بعض، اعمل خط كده على خفيف، وخط هنا كمان على خفيف، بحيث ان انت تقدر تعمل الدايرتين قد بعض كده. اوكي، دي اول مرحلة. المرحلة الثانية نبدأ فيها برضو على طول. هنعمل كيرف كده، المسافة دي بتاعتي دي تكون هنا، المسافة هنا من هنا دي بالظبط. او هقول لكم الطريقة اللي ممكن تظبطوها ازاي. تيجوا من هنا كده تعملوا كيرف كده، اوكي. ممكن نقيس المسافة من هنا لهنا، ممكن نقيمها بالقلم كده مثلا. جات هنا ومن هنا نبقى تبقى هنا في الحتة دي. نعمل برضه كيرف كده، اوكي. بعد كده بنيجي نعمل ايه؟ نعمل دايرة هنا تحت دي، ودايرة كمان هنا تحت دي. ممكن نخليهم كبيرة شوية، نكبرها شوية بحيث ان هي دي الشفة من تحت برضه، عشان نتأكد انهم على مستوى واحد. نعمل خط خفيف كده، وبعد كده نبدأ نعمل ايه؟ من هنا نعمل بيضاوي، شكل بيضاوي اوكي. وبعد كده بنيجي من هنا الطرف ده ونبدا نطلع كده، وبنيجي من الطرف ده الجزء الاولاني، ومن هنا من فوق بقى نيجي نبدا نعمل الشفه اللي فوق، نيجي بقى نوصل دي ونعمل هنا بينها كده ونوصل دي. اوكي،
بعد كده بنيجي نبدا نمسح الخطوط المخففه شويه بعد ما بنينا اهو عشان نبدا نشتغل على التفاصيل. ممكن لو في خطوط مسحت معاك ممكن نرجع نعملها تاني. نبدأ نأكد وابدأ مرحلة التظليل ودمج الخطوط. لو انا باجي مثلا هعمل هنا من هنا الشفة بتبقى واخدة كيرف كده ممكن اهو لسه انا بدمج بعمل الخطوط اللي هي بدمجها مع بعضها. باجي من هنا برضه نفس الحكايه اهي اجيب بعد كده قلم الدمج او الكلينكس او المنديل وابدا كل ده لسه انا بعمل دمج عشان اقدر ابني من الغامق الفاتح او الظل والنار. بعد كده ببدا اجيب بقى القلم الأغمق وابدأ أغمق
كده اهو شايفين. واجيب الدمج برضو قلم الدمج بعمل إضافة كمان أغمق كل ما اضيف اعمل دم نكمل.
الشفة العلوية، ناخد على مفيش كده شايفين، كل ما اشتغل ايدي ما تبقاش تقيلة بالقلم. في المناطق بس اللي اتقل فيها اللي هي المناطق اللي تكون غامقة، على خفيف كده من بقى ايه هدمك شوية. اوكي كمل كمل بس ده بيبقى اغمق جزء في الفم.
القلم اللي انا بستخدمه ده قلم اسمه قلم فحم، ممكن قلم الرصاص يغلى يعني قلم الفحم. في الجزء ده هنا بقى بنقل هنا نبدأ المرحلة نخرج بره الشكل اللي هو هنا، بس نحدد كده شوية من تحت الشفة دي بتبقى أغمى مكان. وهنا كمان المنطقة دي كمان المكان ده، بقى يغمق كده. وهنا في الجزء ده غامق شوية برضه، وأجي أعمل دمج على تحت. هو أفضل شيء قبل كده قلت إن أنت تحس إنه دي بتعمله بإيدك أو بصبعك. سهل كتير. نكمل في الجزء هنا ده خفيف كده اللي هو تحت من فوق الشفة. Thank you.
دي الشفة اللي فوق. هنا الجزء ده كمان. المنديل اهو كويس اهو، ممكن اعمل كده بيدي تأثير كويس برضو. نبدأ بقى نعمل ايه، نجيب نفتح المناطق اللي هي فيها إضاءة
مناديل المناطق المضاءة اللي هي اللمعة اللي بتبقى في الشفايف، بعض التفاصيل الصغيرة كده بتوضح الأشياء وتديك إحساس بالطبيعة الطبيعية اللي في الشفايف. كده يعتبر ان احنا في المرحلة النهائية بتاعت استكمال الرسم بتاعت الشفايف. وكده نكون انتهينا ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. كنا ياخد من
يلا اوكي تمام، يلا نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.